حقق فريق الفيصلي أول فوز له في دوري المحترفين لكرة القدم بعد أن تفوق على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الأسبوع الرابع من البطولة، وافتتح بها عبد الرحمن تسجيل الفيصلي في الدقيقة 45، ونجح ماركوس بتسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 55 قبل أن يخطف بلال قوادر هدف الفوز للفيصلي في الدقيقة 87. وفي لقاء آخر حقق شباب الأردن فوزا صعبا على المنشية بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل لشباب الأردن لؤي عمران ورائد النواطير، فيما سجل سليمان العزام هدف المنشية الوحيد في هذا اللقاء. وصل المدرب الصربي برانكو إلى عمان اليوم، وذلك استعدادا لقيادة فريق الفيصلي في المباريات المقبلة من الدوري والكأس والمشاركات الخارجية أيضا. وجاء وصول برانكو بعد مفاوضات مطولة مع إدارة النادي انتهت بالاتفاق على كامل التفاصيل بما فيها التفاصيل المالية ليتولى مهمة المدير الفني للفريق الذي يعاني من تراجع النتائج في بطولة الدوري. وتابع برانكو لقاء الفيصلي والأهلي الذي أقيم قبل قليل، وسبق لبرانكو أن أشرف على تدريب الفيصلي وحقق معه بطولة الكأس وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. نجح فريق كلوب بروج في تحقيق فوز كبير على مضيفه ميشلن ضمن منافسة الأسبوع 16 من الدوري البلجيكي لكرة القدم. المزيد في التقرير التالي. تعملق المهاجم البلجيكي جيلي فوسين وقاد فريقه كلوب بروج للفوز على ضيفه ميتشلن بست أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع 16 من الدوري البلجيكي الممتاز لكرة القدم. وافتتح فوسين التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 من علامة الجزاء لينهي الشوط الأول بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني أضاف خوسيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 49. وقلص ألكسندر النتيجة في الدقيقة 50 من تسديدة قوية قبل أن يعيد فوسين الفارق لسابق عهده بعد دقيقة واحدة فقط. الدقيقة 58 حملت في طياتها ركلة جزاء للفريق الضيف، نجح حارس مرمى كلوب في إنقاذها ليضيف بعدها فوسين الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 64، وأضاف هانز فانكن الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 79 بعد تمريرة حاسمة من نجم اللقاء فوسين الذي ختم بدوره سداسية فريقه بتسجيله هدفه الشخصي الرابع في الدقيقة 82 بعد عمل جماعي رائع. هذا الفوز رفع رصيد كلوب بروج إلى 30 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ميتشلن عند 22 نقطة في المركز العاشر. انتخب أولي غانيس رئيسا جديدا لنادي بايرن ميونخ الألماني مرة جديدة، وذلك بعد خروجه من السجن بتهمة التهرب الضريبي. التفاصيل في التقرير التالي. بعد إدانته بالتهرب الضريبي، بدأ أولي هونيس فترة سجنه في حزيران من العام 2014، وبعد أن أمضى نصف العقوبة تم الإفراج عنه. عاد من جديد وتمت إعادة انتخاب أولي هونيس رئيسا لنادي بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم. وهتفت أغلبية أعضاء النادي البالغ عددهم 7000 لهونيس خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، بينما أطلقت مجموعة صغيرة صيحات الاستهجان ضده. وقال هونيس البالغ من العمر 64 عاما بعد أن رحب به كارل هاينز الرئيس التنفيذي للنادي: أريد أن أشكر وأعدكم بألا أخذلكم. وكانت حياة هونيس مرتبطة بنادي بايرن ميونخ، حيث كان لاعبا ومديرا للكرة في النادي قبل أن يصبح رئيسا ويحول العملاقة الألمانية إلى علامة تجارية عالمية. وكان هونيس المرشح الوحيد في الانتخابات التي أجريت مساء أمس، لكنه نال تأييدا تاما تقريبا، إذ صوت 108 أعضاء ضده فقط في الجمعية العمومية من أصل ما يقارب 7000 عضو.
أوقف فريق ديترويت سلسلة انتصارات ضيفه لوس أنجلوس كليبرز الأحد عشر المتتالية بالفوز عليه ب 108 نقاط مقابل 97 نقطة ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين. وتقدم ديترويت في الربع الأول ب 35 نقطة مقابل 23، فيما استعاد كليبرز التوازن وتقدم في الربع الثاني ب 25 نقطة مقابل 22. تقدم الضيوف استمر في الربع الثالث 32 نقطة مقابل 25. أما الربع الأخير فشهد انتفاضة لديترويت والذي نجح من خلالها بإنهاء الشوط ب 22 نقطة مقابل 17 نقطة، كانت كفيلة لأصحاب الأرض بتحقيق الفوز على لوس أنجلوس كليبرز. تغلب الأرجنتيني إخوان مارتن ديل بوترو على العملاق الكرواتي إيفو كارلوفيتش بثلاث مجموعات لواحدة ضمن منافسات نهائي كأس ديفيز. وتتعادل الكروات مع ضيفتها الأرجنتين بفوز لكل منتخب خلال اللقاءات التي تستضيفها مدينة زغرب. وكانت كرواتيا تقدمت بعد فوز ماريان سالييتش بصعوبة على فيدريكو بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة. هذا وتختتم المنافسات يوم الأحد بمباراتي الفردي الأخيرتين، حيث يلتقي سلياتش مع ديل بوترو وكارلوفيتش مع ديل بونيس.